قضية تامي بناني واحدة من القضايا اللي أثرت في ملايين المغاربة وخلقت جدل كبير وبسرعة أصبحت قضية رأيها فإصرار الأم وصمودها ثم الصبر ديالها أثر فيهم أكثر من الاختفاء بنفسه. اللي نتمناو دابا أن القانون يأخذ المجرى دياله ونعرفوا كاملين الحقيقة. تامي ولدنا وخونا كاملين. العدالة لتامي بناني. باريس 17 سبتمبر 1993. تزاد سفيان وسط عائلة مغربية من حادرة من مدينة مكناس، لكنه ما كتبش ليه كبر في عاصمة الأنوار. فسرعان ما انتقلت الأسرة للعيش بمدينة أونجي، بالضبط بحي لاروزيري. سفيان بدأ حبه للكرة في سن صغيرة، شي اللي خلاه يلتحق مدرسة تكوين نادي أونجي بداية الألفية الثانية باش يعيش الموهبة ديالو وسط جو صارم يساعدو على تطويره. بشهادة المعطرين أنه منذ صغره هو موهوب في المراوغ وابتكار مهارات جديدة، لا في المباريات داخل مدرسة النادي أو مباريات كرة القدم المصغرة ضد لاعبين أغلبهم كبر منه، متأثر بالنجم البرازيلي أنا ذاك رونالدينيو. بقى كيتدرج داخل النادي بتميز ملحوظ، لكن كان عنده مشكل كبير أنا ذاك كيهدد الاستمرارية ديالو بالأكاديمية. نمو جسم الموهبة المغربية ما كانش طبيعي، فبوفالو لغاية 16 سنة كان قصير بزاف ولا يتجاوز المترو 50 سنتيم، مما جعل المسؤولين يقرروا طرده خارج أسوار نادي أونجي. لكن تدخل مدرب الفريق الرديف ستيفان مولا اللي كان عنده ابن كيلعب مع بوفال عرف إمكانياته وقدراته الرهيبة، فقنع المسؤولين بالتريث وانتظار باقي الأيام. في المقابل بوفال خرج من المدرسة في قرار شجاع ومتهور، والسبب أنه كان باغي يتفرغ لكرة القدم للتركيز الكلي، فراه كان كيشوف فيها الأمل الوحيد باش يعتقل الأسرة ديالو، خصوصا أنه كل صباح كيشوف الأم ديالو كتفيق قبل طلوع الشمس الذهاب للعمل. فكان مصر أنه يوصل في الرياضة المفضلة عنده، وربي ما خيبوش، بحيث أنه قبل ما يوصل الفريق ما تحت 19 سنة بدأ معدل نمو كيولي طبيعي وأصبح كجميع اللاعبين طولا، أما مهارة رفيجهم بزاف. سنة 2011 تم تعيين ستيفان مولا كمدرب للفريق. السيد اللي دافع على سفيان وعارف واش كيسوى دابا راه على رأس القرار بالفريق، فما تسناش بزاف باش ينادي عليه الأول مقابلة رسمية بالليغ دو يوم 24 غشت 2012 ضد نادي ليستخ، يوقع بعدها بسنة أول عقد احترافي بالنادي بعد تقريبا 13 سنة داخل مدرسة تكوين. مولا اعتمد على بوفال كلاعب أساسي في أول موسم ليه في جل المقابلات، شي اللي عطاه ثقة كبيرة ومسؤولية رداته بسرعة رجل الحل بالنادي اللي كيدير كل شيء على قبل صحابه. في الموسم الثاني ليه بالفريق كان بوفال حديث كل الصحافة الفرنسية وسجل أول هدف مع نادي أونجي موسم لينتهي الموسم بأربع أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. فرغم ضعف الأرقام إلا أنه استطاع الفوز بجائزة أحسن لاعب في الشطر الأول من ليغ دو. Ce qu'on retient à la fin d'une saison, c'est surtout les statistiques. Donc voilà, j'essaye de هاد الأخيرة اللي ما كملهاش بعد ما نقد عليه نادي ليل في الانتقالات الشتوية مبلغ 4 مليون يورو في عقد يمتد لأربع سنوات ونصف، عقد هزو من ليغ دو وحطو في الليغان. سفيان جا الليل واجد وجاب معاه جمهور خاص به، فما تسنى الجمهور النادي أكثر من 5 أيام بعد التوقيع ليه ورحبوا بالساحر الجديد بالنادي داخل الملعب في مباراة ضد نادي نونج. دخلها كبديل في الدقيقة 77 تحت هتافات جماهير كتسنى منه بزاف ديال المتعة. وبدا الشطر الثاني من ليغ ان، وفي كل مقابله كينثر السحر ديالو حتى ولا عند كل حركه ضروري تسمع هتافات الجماهير.
سجل هدفه الأول مرمى نادي إيفيان ليكمل موسمه الأول بثلاث أهداف وست تمريرات حاسمة رفقة الليل. série de dribbles sur le côté, attention à l'intervention. موسم الموالي اللي تعاقدوا مع المدرب هيرفي رونار اللي ديجا عارف المستوى د سفيان بحكم انه درب سابقا سوشو والزاكي اللي وجه لي دعوه للمشاركه بنهائيات كاس افريقيا وكان باللائحه المقرره لمواجهه ليبيا. احضر للمعسكر الاستعدادي لكن سرعان ما غادر بداعي الاصابه، مغادره اللي اولاتها الصحافه لانه ندم على اختياره وكيتسنى التفاته من منتخب الديوك. ورجع الليل وكمل في التالق ديالو، فسرعان ما اصبح احد نجوم الليغا، بل اكثر من هذا اغلب الجماهير كانت كتظن انه برازيلي الجنسيه. ظهر المراوغات وأهدافه الجميلة اللي كتطرب العين، فسال الموسم ب 11 هدف وخمس أسيستات خلاته يفوز بجائزة فيفيان فوي كأحسن لاعب إفريقي بالليغا. أما على مستوى النادي فراه لعب نهائي كأس البطولة، لكن قبل نهاية الموسم صاب الفتى الذهبي في الغضروف المفصلي لأحد ركبته. لاعب اللي ولا ضمن اهتمامات العديد من الأندية الكبرى، الشي اللي خلى نادي ليلي حد 30 مليون يورو للظفر بالجوهرة المغربية. أما دوليا رونار انتقل من ليل للمنتخب المغربي، الشي اللي سهل إقناع سفيان بمساعدة من السيد فوزي القجع، ثم الحسم في اختيار بوفال، وتم الاعتماد عليه في مواجهة الرأس الأخضر برسم إقصائيات كأس إفريقيا 2017. شخصياً كما توقعت خروج أسامة طنان بحكم التعب، هذه عرضية الثانية الثانية هذه الأخيرة تحرم منها سفيان بسبب الإصابة. 26 غشت 2016، أعلن نادي ساوثهامبتون التعاقد مع اللاعب الشاب مبلغ 25 يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي. بوفال أبدى حماس كبير ورغبة جامحة في اللعب بأجواء أقوى دوري بالعالم رغم أنه باقي مصاب، شي اللي أجل مشاركته مع الفريق وأثر على فرص تواجده بعد التعافي بحكم طبيعة اللاعب بالدوري الإنجليزي المعروف بالخشونة واللعب الصلب. وتسنى حتى 20 أكتوبر يلعب أول مقابلة ليه بألوان ساوثهامبتون ضد نادي الإنتر باليوروبا ليج، دخلها كبديل في الدقيقة 73 مراها بثلاث أيام لعب أول مقابلة بالبريمير ليج ضد نادي مانشستر سيتي أيضا دخلها كبديل في الدقيقة 70 ليستمر الوضع هكذا طيلة الموسم. الوضع اللي فسره بوفال على أنه طبيعة النادي وتكتيك اللاعب لا يتناسب مع طريقة اللاعب ديالو، حيث أنه بوفال لاعب كيدير الفرق بالاختراق ومساعدة المهاجمين زائد الدرجة المصاحبة للصفقة، حيث أنه الجمهور كان كيتسنى منه يدير معجزات داخل الملعب. وسال أول موسم ليه بتأهله للنهائي لعفي الكاب اللي خسره ضد نادي مانشستر يونايتد. الموسم الموالي حتى حاجه ما غادي تبدل، حيث انه دخل اول مقابله كبديل في الدقيقه 71 لتتوالى تجاهلات المدرب البوفال اللي كان باغي غير يثبت راسو، لكن وضعيات الفريق اللي كان كيلعب لضمان البقاء ما خلاتوش يكون مرتاح في اللاعب اللي كيفضلو، حيث كان خاصو يعاون الدفاع ويندافع بالكره للهجوم. فسال الموسم باحصائيات ضعيفه بزاف، ثلاث تمريرات وهدفين أحدهما كان مارادونا فاز بجائزة أحسن هدف بالموسم، جاء بعد مراوغة أكثر من أربع لاعبين وتسديدة ذكية خلت الجماهير تغوش من شدة الإعجاب. مع المنتخب هيرفي رونار رقم سفيان ضمن اللائحة الأولية اللي خوض نهائيات كأس العالم بروسيا. بوفال مشى للمعسكر وكل أمل باش يلعب كأس العالم لعله ينسى الفترة السوداء بساوثهامبتون، لكن رونار ما دخلوش في اللائحة النهائية ليتبخر حلم النجم اللي كيدوز بأصعب فترة في المسار الكروي ديالو. فمع نهاية موسم 2017 العلاقة بين بوفال ومدرب ساوثهامبتون ما كانتش مزيانة، هذا الأخير قرر إرساله للفريق الرديف. فقبل ما يسالي شهر يوليوز جاء عرض من نادي سيلتا فيغو لضم المغربي، ومشى بوفال بإعارة للفريق الإسباني وهو في غاية الفرحة حيث أخيرا يلعب في دوري كيتماشى مع نمط اللاعب ديالو. اون غراندي سيزون ديمي سوبر تودو ديليكيب.
فلعب 35 مقابلة، سجل فيها 3 أهداف و4 أسيستات، لكن خرج البعض من نسخة ليل. مراوغات ولمسات رائعة خلاته يتوج بلقب أحسن مراوغ بالدوري الإسباني مع الأسود. بوفال خدا فرصة اللعب بنهائيات كأس إفريقيا وشارك في 3 مباريات قبل ما يتقصى بضربات الجزاء ضد منتخب البنين. فأقيل المدرب هيرفي رونار وعود بوحيد علي لوزيتش. فمع رجوع لساوثهامبتون بوفال كان باغي يغير الأجواء، خصوصا بعد ما عرف أنه حتى حاجة ما تبدلات، فلعب مقابلات قلال كبديل قبل ما يتم إعلان إصابته بحادث غريب بالمطبخ بعد اصطدامه بطاولة الطعام. سوفيان بوفال hit his toe at home on the table, the big one, and he couldn't train for 3 days now and is a little bit swollen still and yeah. لينهي واحد من أسوأ مواسمه. ساوثهامبتون ما كانش باغي يتخلى على سفيان، لكن هذا الأخير عارف أنه ملزم بتغيير الأجواء، خصوصا مع الجائحة اللي بانت سنة 2020 ووقفات تدريب كل الفرق زائد إصاباته المتكررة وعدم حصوله على فرص كافية. فبدأوا العروض من بزاف د الفرق أهمها أولمبياكوس اللي عارفين واش كيسوى، ودابا غير كيمر من فترة فراغ. لكن تواصلوا مع رئيس أنجي سعيد شابان أشعل فيه رغبة في العودة للمدينة اللي بدأ منها الحلم ديالو، خصوصا وأنه بعودته سيحس بأنه لاعب مهم وسط جماهير كتعرفه مزيان اش كيسوى. ووقع مع النادي الأم عقد لمدة 4 سنوات ورجع للبلاصة اللي بدأ منها، فاستعد مزيان بدنيا ونفسيا كان في القمة، فبدأ بتقديم العروض الجيدة في موسمه الأول. لكن إصاباته المتكررة ما خلاتوش يتبت في المستوى ديالو ليعود الموسم الموالي بنسخته المعهودة وخرج كل ما عنده لينال الرسمية بجدارة واستحقاق. فالحد الآن وحنا في منتصف الموسم لعب 18 مقابلة سجل فيها 5 أهداف وعطى 4 أسيستات. أما مع المغرب وحيد عطى الثقة لسفيان مع رجوع الأنجي ولعب جميع مقابلات تصفيات كأس العالم ليسجل أول هدف ليه مع الأسود ضد غينيا يوم 12 أكتوبر 2021. وطني فرصة الرابعة 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 جول 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 جول. ليتم اختياره لتمثيل المغرب بكأس إفريقيا بالكاميرون. بوفال داخل البطولة بثقة كبيرة وتعلق منتظر لينتقم من الظلم الإعلامي اللي كان ملاحقه من بكري، وسجل هدفين حاسمين في المجموعات ضد غانا ثم الغابون ليتأهل النجم رفقة المنتخب لدور الربع مباراة ضد المنتخب المصري. إن شاء الله نربحوها ونثأروا للإقصاء بكأس إفريقيا 2017. فنتمنوا من اللاعبين يخليوا رجليهم في الأرض والجمهور يكمل في التشجيع على التطبيل وراها يكون خير إن شاء الله. كانت هذه قصة سفيان بوفال.